بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. في ذكرى انطلاق ثورة شعبنا العظيم، نجدد العهد إننا أيها الأحبة مستمرون بعزم لتحقيق الأهداف، ثابتون صامدون على طريق المستقبل العظيم الذي رسمه سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم. ننشد العزة بالنهوض والمشاركة الفاعلة، كل من موقعه وبحسب قدرته، في إحياء فعاليات ذكرى انطلاق ثورة 14 فبراير المجيدة. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.